ما زلنا في الموقع اللي باش يولي موقع بيئي عدد خمسة وراس قلعة بحذايا سي وليد فهمتني اللي باش نطلب منه يقدم روحه. تفضل سي وليد. مرحبا سي خالد، شكرا. انا وليد القاسم اللي ان شاء الله مش نتلهى في البروجي هذايا في اختيار النباتات وتجسيم الممثل والمثال للمشروع نتاعنا ان شاء الله. انا باش نحاولوا انه نكونوا مركزين على النباتات الموجوده، يعني ماناش باش نجيبوا نباتات من اماكن اخرى، باش نحاولوا نعملوا ان ادابتاسيون للنباتات اللي موجوده في البلاصه نتاعنا. جست نبدلوهم المواقع نتاعهم باش يكون ان شاء الله ناجح وباش ما يتاثرش بعوامل مناخيه اخرى. يعني لما نركز على النباتات الموجوده في الاماكن نتاعنا توا تكون نسبه النجاح قريبه ياسر من 100% من البرنامج نتاعنا اللي مش يكون ان شاء الله فضاء بيئي ترفيهي ايكولوجي فيه كل مقومات المشاريع البيئيه في الوقت الحالي. ان شاء الله ان شاء الله وخيالنا في حمام الألف باش نلقاو فضاء ممتاز، فضاء بيئي، فضاء ترفيهي يبدل لنا هالصوره القديمه هذه اللي كانت موجوده في حمام الألف، الصوره ما اجمل الصوره ان شاء الله راهنوا عليها برشا في مشروع نشكر حق اللي بلشها وان شاء الله الوالدين يعاونونا باش ننجحوه ونستحفظوا عليه. بارك الله فيك سي وليد.